معايا يا ولاد؟ لا معاك يا هندسة. ماشي يا زلمة. طب عايزين دلوقتي نتكلم عن ال local variables أو عن ال variables. ال variable في الباش في ثلاث أنواع من ال variable. أول نوع ال local variable، تاني نوع ال environment variable، تالت نوع حاجة اسمها ال predefined. اول حاجه اللوكال فاريبل يا اولاد. اللوكال فاريبل هي الفاريبل اللي احنا بنعرفها كده، مثلا اكس بيكوال 5. ولاحظ ان لو انت عملت اكس سبيس بتيكوال 5 ايرور، انه لو عملت اكس بتيكوال سبيس 5 ايرور، لو عملت اكس بت سبيس ايكوال 5، كل ده ايرور. لازم الايكوال اولاد من غير سبيس. طيب باي ديفولت الاكس، او بس انا حضرتك تعالي صوتك شويه بس بعد اذنك، انا مش سامعه. سامعني كده؟ الو. لا شويه كمان معلش. طب كده سامعني؟ اه طيب تمام قوي شكرا. باي ديفولت يا شباب ال variables بتكون string. يعني لو احنا عملنا كده يا ولاد، x بتيكوال 5 زائد 5، تفتكروا ايه اللي يتعرض لو عملنا ايكو علامة الدولار x؟ هيطلع 10. المفروض يطلع 10، بس في الحقيقة مش هيطلع 10. بصوا كده، طلع 5 زائد 5 اصلا. فاهم ان ده ايه يا ولاد؟ string. ان string، صح كده؟ طب علشان تتعامل مع الانتجرز الانتجر values قدامك اكتر من طريق. اول طريقه ان انت تعمل كده، تعمل تايب سيت داش اي وتعرف الفاريبل، او ديكلير داش اي. لغايه دلوقتي الاثنين بيعملوا شبه نفس الوظيفه يعني. فانت مجرد ما انت بتعمل تايب سيت داش اي دي يا ولاد، لو انا جيت دلوقتي عملت نام وجيت قلت num1 بتيكوال 5 زائد 5، وعملت ايكو علامة الدولار x او سوري علامة الدولار num1، هيقول لي 10، صح كده ولا لا؟ فانا عرفته ده ان ده variable integer، صح كده ولا لا؟ حد متضايق؟ سامبل. طيب زي الفل لغايه هنا. طيب الطريقه الثانيه، يبقى الطريقه الاولانيه يا اولاد ان انت تعرف الفاريبل اصلا من اول انتجر. ديكلير variable as
integer. تمام كده يا أولادنا؟ طيب الطريقة الثانية using let. using let تكتب بقى لو انت معرف x بتيكوال 10 ممكن تعمل let x بتيكوال 5 زائد 10 مثلا. once ان انت عملت الليت يا ولاد دي يبقى انت كده كده بتفورس ان ده هيحصل arithmetic operation. وصل كده يا ولادنا؟ خمستاشر. طيب ثالث طريقة والطريقة الأكثر انتشارا using التوبرنسيز أولاد. ودي الطريقة الأكثر انتشارا. أو ان x بتيكوال يا دي او دي يا ولاد كده بالطريقه دي. فانس اللي انت عملت كده يا هندسه قال لي دي بس 15 وجيت عملت ايكو 25 فاعتمد ده ان كانك بتعمل كاستنج ارثماتيك اوبريشن. حلو كده يا ولاد. في طريقه كمان انت مش موجوده في السلايدز كان في حاجه تقريبا اسمها اكسبريشن. انا نبص عليها كده. بس بص كده يا اولاد لو احنا عملنا x بتيكوال سبريشن 5 هنلاقي ان الكوماند متطول. ليه؟ هو اكسبريشن ده يا اولاد ده كوماند صح كده ولا لا؟ ولا ده فاريبل ولا ده ولا command. ده كوماند صح؟ فعشان تاخد اوبوت الكوماند وتحطه في في فاريبل تعمل كده حاجه اسمها باك تيك او تعمل كده. حلو كده يا ولاد. تمام يبقى علشان اخد output command واحطه في variable يبقى لازم اعمل علامة الدولار برنسيز يعمل حاجة اسمها الباكتك. طيب لو عايز تتعامل مع الفلوتنج نمبر بقى مع الارقام العشرية في حاجة اسمها الـ BC يبقوا بصوا عليها بقى عشان دي مش موجودة في السلايدز أصلا. دي بتخليك تتعامل مع الفلوتنج نمبر. طب أنا مش مهندس لو عايز أكتب في فايل سكريبت برضو بستخدم نفس الميثودز دي ولا بيبقى ليها طريقة تانية؟ أيوة ما نفس الكلام. تمام. هو الكلام ده مش مهندس ليه دوكيومنتيشن ولا ملوش؟ documentation بمعنى يعني معنى مثلا ان انا لو نسيت حاجة ممكن ادخل ادور عليها في documentation او كده. طب ماشي ما كل حاجة ليها مين. طبعا انت لو عملت مين expression
هتبص على كل الاكسبريشن اللي ليها مان، فكل حاجة ليها مان. ايه المشكلة؟ تمام يا باشمهندس. طيب ايه تاني؟ طيب هاو برينت بقى تو فاريبلز، او هاو ازاي برينت الفاريبل الاولاني، ازاي نطبع قيمة الفاريبل؟ لو انا عملت نيم equal مثلا احمد، وجيت عايز اطبع قيمة النيم، فبعمل ايكو علامة الدولار نيم، صح؟ فنقول له مثلا هلو مين احمد، صح كده؟ اه صح، علشان الوحدة الوطني خلي النيم باحمد، عم خلي احمد الاول، بعد كده مينا، فقال له هلو احمد مينا، صح؟ طب افرض لزقنا كلمه مينا في النيم، واحنا عايزين يلزق لنا كلمه احمد ومينا من غير سبيس، تفتكروا نتبع الفاريبل ده ازاي؟ المشكله ظهرت هنا فين يا اولاد، ان ده كانه اسم فاريبل واحد، صح؟ فاي فاريبل هو ما بيلاقوهوش بيحطه بامبتي، صح كده ولا لا؟ فقال لك هنا الحل ان انت تعمل كده، وصل كده يا ولاد؟ فعندي طريقتين علشان اطبع بيهم فاريبل يا ولاد، ايه هما الطريقتين؟ يا علامة الدولار، يا علامة الدولار كيرل براكت. طبعا علامة الدولار كيرل براكت تديك حاجات اكتر، يعني لو عملت كده مثلا، لو عملت كده هيبتدي يعمل ايه يا اولاد؟ هيبتدي يجيب لك كلمة احمد من غير اول حرف، صح؟ طب لو عملت كده احمد من غير ثاني حرفين، طب كده المفروض هنا كان السالب واحد بيشتغل، بس انا مش عارف هي مشكلتها دلوقتي. المفروض السالب واحد ده بيجيب اخر element، بس هو ممكن يكون متعمل بطريقة تانية. وصلت يا ولاد؟ فانت تمام. هتلاقي فيتشرز اكتر من كده. عارف احنا لو عملنا كده شكل السنتكس قوي، بس عامة كده كده هناخدها لما نيجي في الأري يعني. بس أنا ينفع هنا أتعامل مع السترينج يا ولاد، قصدي يعني إن أنا ينفع أتعامل مع السترينج كأني أطبع فيه إندكس أعرف اللينس هكذا يعني. وصلت يا ولاد؟ انا دلوقتي في هجايز، ايه بقى الهجايز دي؟ انا عايز اعرف ايه الفرق ده سترينج، انه سترينج عندي في اللينكس وزود دبل كوتيشن وسنجل كوتيشن، والسترينج اللي بالدبل كوتيشن، والسترينج اللي بسنجل كوتيشن. انا عايز اعرف الديفرنت فورمات للسترينج. هيا يا ولاد،
لو انت عملت ايكو دلوقتي يا اولاد. هلو احمد ومينا، هنلاقي ان الدنيا شغاله صح؟ صح كده يا اولاد؟ اه تمام يا باشمهندس. حلو. طيب مثلا ممكن تعمل فاريبل اسمه نيم بيكوال احمد، وفاريبل اسمه نيم 2 بيكوال مينا مثلا، وممكن نعمل كده هلو علامة الدولار نيم 1 النيم علامة الدولار نيم 2، هنلاقي الدنيا برضك شغال صح من غير دبل كوتيشن. طب لو حطينا دبل كوتيشن هنلاقي ان الدنيا برضك شغال. طب حطينا سنجل كوتيشن هنلاقي تهييس حصل. ليه؟ لان السنجل كوتيشن يا اولاد تعتبر سترونج كوتينج، بتلغي اي سبيشال كاركتر. يبقى دي يا اولاد سترونج كوتينج بتيجنور اني سبيشال كاركتر، صح كده؟ علامة الدولار وي كوتينج بت اجنور سم. فاحنا هنا يا اولاد علامه الدولار الدبل كوتيشن عملت اجنور لعلامه الدولار ساين ولا فهمتها؟ دبل عملت اجنور ما جوه الدولار ساين، شالت قيمة النيم وحطت أحمد، وشالت قيمة النيم وحطت مينا، صح ولا لأ؟ يبقى كده فهمتها ولا لأ؟ طب إحنا ليه بنعمل كده؟ تعالى بقى أديك واحدة من المآزق. فأنا جيت عملت كده يا ولاد، إيه اللي حصل؟ أنا بقول له أوكي هلو علامة الدولار نيم أند علامة الدولار نيم 2. اند دي يا شباب فهمت في الباك جراوند صح كده ولا لا؟ تمام. فده عمل تهييسه صح؟ ده كده بعتت النيم 2 هي اللي في الباك جراوند. بالظبط. لا بعتت كل البروسيس ده في الباك جراوند، واعتبرت ان النيم 2 ده كوماند عايزه تروح تنفذه، فقال لك مفيش كوماند اسمه مينا، صح كده ولا لا؟ طيب انما لو انا دلوقتي يا اولاد عايز اطبع قيمه الفاربل بس اجنور تاثير الاند، طب نبل. وصلت؟ ده حاجه من ضمن الحاجات صح؟ صح كده يا اولاد؟ تمام يا باشمهندس. طيب لو انا دلوقتي يا اولاد عايز اتاتش فايل، خلينا نخش جوه ميوزك جوه فولدر اسمه تيست، هنعمل ريموف ال ls فايل. لو انا جيت عملت تاتش دلوقتي يا اولاد انا عايز اسميه فايل سبيس مينا، لو انا دوست انتر كده يا اولاد هلاقي انه عمل فايلين، فايل اسمه فايل سبي، وعمل فايل اسمه فايل وفايل اسمه مينا. لو انا عايز اسمي الفايل اسمه فايل سبيس مينا، فساعتها لازم احطها بين ايه؟ سنجل كوتيشن صح؟ لو عملت ال اس هيجي لي كده. وان كان ده مش احسن حاجه، دي مصيبه اللي احنا عملناها دي، اللينكس بيرخم قوي في المواضيع دي، صح كده يا اولاد؟ تمام. يعني نوت ريكومندد ان احنا نعمل كده ولا خالص، نعمل الملفات بسبيسز.
طيب فدي مثلا هدف السنجل كوتيشن وهكذا يا اولاد. فاحنا هنلاقي ان مثلا الريدايركشن يا اولاد، لو انا عملت كده ايكو مينا في لوف اللينكس، تفتكر ده يعمل ايه؟ طيب لا طب لو عملنا كده عمل ري دايركشن يا اولاد صح؟ صح. طيب افرض احنا عايزين يتبع الكلمة على بعضيه، لازم نعمل الكلام ده من ايه؟ سنجل كوتيشن صح كده؟ فاهمين الفكرة؟ ده حاجة بسيطة، لو انت عايز تستخدم حاجة فيها سبيسز او سوري عايز تستخدم حاجة فيها أكبر منه أو أصغر منه، من الحاجات اللي الترمة بتفهمها باي ديفولت، وأنت عايز تيجنور البيهيفير ده. وصلت؟ طيب وهكذا. طيب شنو المفروض تبقى بين سنجل كود بقى يا باشمهندس مش دبل كود؟ ما هو الدبل كوتيشن بتيجنور الأكبر منه كمان. وصلت؟ يعني تمام. دبل كوتيشن في حاجات بتجنورها وحاجات لا. بس انا عايز استخدم يعني عشان تبقى يعني اللي بتجنور كله اللي هي سنجل كوتيشن. صح كلامك مظبوط، لو انت عايز تريح دماغك السنجل كوتيشن. بس افرض انا دلوقتي لو كنت اعمل لك دي نيم، علامة الدولار نيم، كنت هتعرف بقى تستخدم السنجل كوتيشن ولا هنا لازم الدبل؟ علشان انت مش عايز تجنور دي صح؟ تمام صح كده ولا لا؟ تمام شو طيب لو انا عملت يا اولاد هلو وعايز اقول له بين قوسين كده مينا، راح لو عملنا كده يا اولاد هنلاقي ان الدنيا تمام. طب لو في بقى حاجه، يعني لو عملت انا دلوقتي باك سلاش كده هنلاقي ايه اللي حصل؟ الباك سلاش بتعمل ايه يا نزل اولاد؟ لاين تاني، نزل لاين تاني. صح. طب احنا عملنا باك سلاش كده يا اولاد فهينزل لاين تاني لو عملنا لو شايف هو ليه ما بيخرجش. سوري معلش يا ولاد عشان انا فاتح هنا دبل كوتيشن. اصاب مينا هنلاقي كتب لي هلو مينا صح. الباك سلاش بتعمل ايه يا ولاد؟ بتنزل نيو لاين صح. النيو لاين ده مسميناه البي اس 2 صح. نروح على البرومبت الثانية. حد متضايق لغاية هنا يا ولاد؟ فهنا يا ولاد بيقول لي ان انا عرفت variable اسمه state بي ايكوال كال، عملت ايكو للستيت بقى في كلمة كال، نيم شيرين بهادر، ايكو علامة الدولار نيم شيرين بهادر، اكس بت ايكوال فاضي، ايكو علامة الدولار اكس هيبقى فاضي، ايكو علامة الدولار ستيت فورنيا هيبقى كاليفورنيا على طول. ليه هنا يا اولاد عملنا كل براكت؟ عشان احنا عايزين نطبع الكلمه دي لازقه في الكلمه دي صح. فاحنا لو ما عملناش كل براكت هيعتبر ان ستيت ايفورنيا كلمه واحده. عشان تتعامل مع الارقام عندك التايب سيت داش اول، لو عملت النيم بتيكوال 5 بلس 5 وحطيت بينهم سبيس هيبقى بيضرب لك ايرور، ما تحطش سبيسز يا اولاد الا لو انت حطيتهم من دبل كوتيشن
لو انت عملت النيم بتيكوال 2.5 مثلا وجيت رنيت الكلام ده يديك ايه؟ هيديك ايرور. طب لو انت عملت تايب ست النيم بتيكوال 10.5 حطيت هنا هيديك برضك ايرور. علشان تتعامل مع الفلوتنج يا اولاد في حاجه اسمها بي سي، يبقى بصوا عليها. لو انت عملت ليت اي بت ايكوال اي زائد واحد وعملت برنت، عملت برنت قيمه الاي هتديك 6. لو انت عملت ليت اي بت ايكوال اي زائد 2 وعملت قيمه الاي هتديك 8. فعشان تتعامل مع الارقام يا اولاد بتتعامل مع فاريبل مع الليت، او تحط الارثماتيك اوبريشن اللي هي الكيرل براكت التو برنسس ولا ايه. طيب بردك انت لو عايز تشيل قيمه فاريبل ممكن تعمل حاجه اسمها انست. اتكلمنا عن الاكسبورت، تعال نتكلم عن الانست دلوقتي. انا عندي لو عملت ايكو علامه الدولار اكس يا اولاد، لو انت عايز تشيل قيمه الاكس دي تعمل انست اكس. لو عملت ايكو دولار اكس هتلاقي الاكس بقى فاضي تاني كانه فاريبل ما تعرفش، صح كده يا اولاد؟ علشان تعرض كل الفاريبلز باللوكال بالانفايرمنت بكل حاجه. فانا لو عملت مثلا فاريبل وليكن اسمه نيم اندرسكور بايثون بي ايكوال تيست مثلا، وعملت 6 اولاد وعملت بايب لاين جريب على نيم اندرسكور بايثون، هنلاقي ان الست جواها كل الفاريبلز. فانا عملت عليها جريب لقيت ان ده لوكال فاريبل متعرف عندي. وصل كده اولادنا؟ تعرف اكس ايكوال 15 مثلا هنا. بمبتي طيب الانفايرمنت فاريبل اتكلمنا عنها قبل كده كتير، زي الباس الهوم زي البيس 1 اللوج نيم البيس 2 هكذا. بيقول لك هنا الباك سلاش بيوديك للبرومبت بي اس 2 اه بيوديك للنيو لاين. ولو انت عامل مثلا انت كنت عامل دبل كوتيشن ايكو علامه الدولار مثلا نيم بايثون، صح؟ مفهومه دي يا اولاد ولا لا؟ الدولار ساين جوه الباك جوه الدبل كوتيشن مفهومه ولا لا؟ لو انت عايز تجنور الباك علامه الدولار ساين تاثيرها اعمل باك سلاش. فانت لو بتعمل ايكو مينا احمد وصل كده اولاد. فانت لو عايز تعمل اجنور لاي سبيشال كاركتر حط قبله باك سلاش حتى لو مفهوم مش هتفهم. وصلت ولا لا اولادنا؟ وصلت يا يبقى الباك سلاش هنا يا اولاد نيو لاين اللي هو البي اس 2 او بت اجنور السبيشال كاركتر. طيب البري ديفايند بقى، البري ديفايند فاريبل عندك الدولار دولار
عندك الدولار زيرو، عندك الدولار وان، الدولار تو، الدولار ثري، وهكذا. وعندك الدولار أستريك، وعندك الدولار ات، وعندك الدولار هاش، وعندك الدولار كويستشن مارك. طيب الدولار دولار من شوية شفناها هي بتعمل ايه يا ولاد؟ بتجيب الكارنت بروسس وفي ديلي اي دي، في ديلي كبير. ديلي كبير يا ولاد. لا هو مش كبير. طيب الدولار كويستشن مارك ده بيجيب الستيتس بتاعت لاست كوماند، اخر كوماند، يعني بيقول لك اخر كوماند ترند صح ولا غلط. الدولار استريك بتجيب لك كل الارجمنت. هي برضك الدولار اد بتجيب كل الارجمنت، في فرق بينهم بس مش هنتكلم فيه دلوقتي. الدولار هاش بتجيب النمبر اوف ارجمنت. الدولار زيرو بتجيب لك الباس والفايل نيم، هنشرح كل الكلام ده دلوقتي. الدولار وان بتجيب فيرست ارجمنت. Second argument. Third argument. طيب دلوقتي انا لو عملت ال اس هقولك كده، او خلينا على على الفيجوال ستوديو كود عشان اوريكم حاجه. هو الفيجوال ستوديو كود يا اولاد بيعرف منين؟ لو انا عملت ال اس داش ال على سلاش، بيعرف منين ان الكوماند ران صح ولا لا يا اولاد؟ ويحط علامة الزرقاء دي. بصوا كده يا أولاد، وبيعرف منين إن الكوماند اترن غلط، وبيحط علامة حمراء دي. قالك في في بري ديفايند فاريبل اسمه الايكو علامة الدولار كويستشن مارك. قالك الكوماند لو آخر كوماند اترن صح يعني زي ده كده، قالك دي هترتيرن زيرو، يبقى دي هتبقى بزيرو لو لاست كوماند ران سكسسفولي، صح كده؟ لو ما رنش سكسسفولي يا اولاد هيبقى بأي حاجة تانية غير الزيرو. حد لغاية دلوقتي كلام متضايق؟ هيا يا اولاد. لا تمام. عايز اقول حاجه بس عشان ما تتلخبطوش، الدولار زيرو دي لما بتكون جوه فايل بيكون معناها الباس والفايل نيم. الدولار زيرو دي لو كانت على التورمينال هتجيب لك الكرنت شيل، يعني بس كده ولاد. انا هجرب الايكو على بنت الدولار زيرو دي فين دلوقتي؟ حلو كده. طيب بص كده ولاد، لو انا عملت كده لو عملت ايكو علامة الدولار زيرو قال لي ان انت اس اتش، بس انا لو عملت ايكو علامة الدولار شيل
هيقول لي باش ليه يا اولاد؟ لان الايكو علامه الدولار زيرو يا اولاد دي بتجيب عنوان الفايل اللي شغال دلوقتي. فانا دلوقتي فتحت التيرمينال تشايلد اس اتش صح كده ولا لا؟ فهمتوني يا اولاد؟ لكن انا كيوزر اللي عامل لوجن دلوقتي انا كيوزر اللي عامل لوجن دلوقتي الشيل بتاعتي ايه؟ انا كيوزر الشيل بتاعتي باش، بس انا دلوقتي شغال على اس اتش. ليه؟ علشان انا شغلت الابليكيشن بتاع الاس اتش. وصلت؟ انا كده شغال تيرمينال جوه تيرمينال. اه تيرمينال جوه تيرمينال، بس التيرمينال التانية اس اتش. تمام وصلت؟ فهو حرفيا الدولار زيرو مش معناها ملهاش معنيين، بس انا بفهمك ان بس ان لما بترنها على التيرمينال بتجيب لك عنوان الفايل اللي شغل التيرمينال صح؟ فعنوان الفايل اللي هو اللي شغل التيرمينال ده الاس اتش او الباش صح؟ فانت دلوقتي لو عملت ايكو علامه الدولار زيرو هيقول لك ان ده العنوان بتاعي صح كده ولا لا؟ عنوان الفايل اللي شغال دلوقتي تمام صح كده ولا لا يا اولاد؟ اه تمام يا باشمهندس. يعني عايز اكد بس ان الكرنت شيل مش شرط تكون الكرنت يوزر شيل، مش شرط. وصلت؟ ده بيبقى الشيل اللي انا شغال فيه دلوقتي حاليا اللي انا بكتب فيه الكومنت. اه من الاخر زي ما قلنا دلوقتي كده يا اولاد عنوان الفايل اللي شغال دلوقتي. فانا دلوقتي لو رحت شغلت اس اتش فعنوان الفايل اللي انا مشغله دلوقتي هو ده صح كده ولا لا؟ وصلت؟ تمام زي الفل. لا يعني انا دلوقتي لو رحت شغلت يا اولاد سلاش يوزر سلاش بين زد اس اتش حلو، لو انا عملت ايكو علامه الدولار زيرو دلوقتي يا اولاد هيروح يقول لي ايه ده الفايل اللي شغال دلوقتي صح؟ ظن يا رجالتنا يعني الاس اتش او اي حاجه اشتغل عليها اكني مثلا اشتغل باي لغه مثلا زي بايثون، افتح لي شيل بايثون برضه اشتغل بايثون تعالى. اه بس مش عارف اعتقد الكوماند ده مش هيكون مفهوم جوه بايثون، يعني احنا عملنا ايه في علامه الدولار؟ انا قصدي اللي هو مش هيشتغل بايثون، قصدي اللي هو يخلينا يبين لي الانتربتر اللي هيشتغل. يعني هو بس لازم يكون الكوماند ده مفهوم جوه الحاجه فاهم؟ يعني انا ليه جربت على زد اس اتش والاس اتش وبجرب على الباش عادي وبجرب على الكيس اتش لان كل دول بيفهموا الكوماندز بتاعت اللينكس فاهم؟ اه تمام. انا قصدي على الاس اتش يعني تفتح لي حاجه اكتب فيها لغه معينه. الاس اتش زي ما اتفقنا ان هي شيل بس ما فيهاش، يعني زي ما اتفقنا كده ان احنا لو كتبنا اس اتش انا بكتب كوماند لينكس عادي صح؟ بس مثلا انا لما بكتب مثلا كلمه مثلا كات مثلا مفيش اوتو كومبليت هنا، مفيش التاب تعمل سبيس، ما ينفعش اعمل سهم يمين وسهم شمال. فالاس اتش هي الباش، بس الباش متطورة عنها بعض الحاجات. تمام طيب تعالى بقى نجرب الكلام ده يا اولاد. في سكريبت
خليني افتح هنا فيجوال ستوديو كود احسن عشان نكون اسرع. بص هنعمل بقى ايكو دي current process id وخلينا نشيل كده كده احنا الدولار ساين كويس شورت جربناها. هنعمل ايكو all arguments دي برضك هتعرض لي كل ال arguments برضك. دي هتعرض لي عددهم ده هتعرض لك الفايل نيم اند باس ايكو ايكو دولار وان وليكن مثلا مرسل. طيب كده ده العمود الاولاني. العمود الثاني السوري الارجمنت الاولاني الارجمنت الثاني الارجمنت الثالث. تعال نفتح تيرمينال كده من على جنب خليها على اليمين طيب لو انا عملت لكتشر 1 لكتشر 2 دوت اس اتش يا ولاد ورنيت هيقول ان رقم البروسيس كذا رقم البروسيس كذا كل الارجمنت فاضيه نمبر اوف ارجمنت 0 الفايل اللي احنا شغلناه عنوانه اهو الفيرست ارجمنت فاضي اللاست ارجمنت والسكند ارجمنت فاضي وهكذا صح. طيب وانس بقى ان انا ابتدي اديله كده يا اولاد وانس ان انا ابتدي اديله مثلا وليكن مينا احمد علي ناجي فابتدي يقول لي ان انت اديتني كل الارجمنتس دي عددهم اربعه اول ارجمنت كان مينا تاني ارجمنت كان احمد وتالت ارجمنت علي ورابع ارجمنت احنا ما طبعناهوش صح كده ولا لا؟ يعني احنا عايزين نطبعه نعمل كده. طيب لو احنا عايزين نطبع اخر ارجمنت تعال نجرب افتكر السنتكس مع بعض كان اعتقد كده
ثانية واحدة كده. بس طب احنا عاملينها كده، احنا عاملين ايه؟ مش كنا عاملينها كده في الاول؟ اه لازم بندور كوتيشن ولا تقريبا. لو انت عايز تجيب اخر ارجمنت ولا هتجيبه بالطريقة دي، حلو. ده الرابع، ولكن انت ساعات بتبقى محتاج تجيب اخر ارجمنت، فانت عايز تجيب اخر ارجمنت ممكن تجيبه بحاجة زي كده. حلو كده يا ولاد؟ حد كده متضايق؟ لا تمام يا باشمهندس. زي الفل. وانت ازاي كتبت في التيرمينال بتاعت الفيجوال ستوديو يا باشمهندس؟ علشان التيرمينال باشا فعملت يعني، قول ازاي يعني، قول لي انت قصدك ايه. يعني مثلا من البداية خالص عملتها ازاي مثلا؟ طيب عملت كنترول حرف الزين، حلو، تمام ظهرت لي التيرمينال تحت صح، تمام كنترول حرف الزين، رحت جيت عملت كليك يمين واخترت بانل بوزيشن رايت، حلو كده، خليتها على ايدي اليمين كده، فكأني قسمت الصفحة نصين، فبقى عندي هنا على اليمين وعندي هنا على الشمال، وابقى متأكد ان النوع الترمال اللي مفتوحة هنا باش، يعني انا عندي باش زد اس اتش جافا سكريبت، عندي ممكن بقى يكون عندي بايثون، ممكن يكون يعني ممكن يكون عندي اكتر من شيل يعني. وصلت؟ طبعا انت في الويندوز خلي بالك، انت ممكن تكون في ويندوز وبتكتب كوماندز لينكس وبتجرب، مش انتوا اخدتوا جيت؟ اه ما انتوا صح، واحنا بنشرح جيت كنا بنشرح لينكس، في حاجه اسمها جيت باش يا ولاد. انا عشان اجرب الجيت عندي على الويندوز، مش فاكر كلمتك في الموضوع ده ولا لا، بننزل حاجه اسمها جيت باش، مش احنا قلنا اصلك اللي عمل الجيت لينوس صح؟ فبنزل بروجرام اسمه جيت باش علشان ابتدي ارن كوماندات الجيت اللي هي مبنيه اصلا على لينكس جوه الويندوز. فانت ممكن تفتح فايل سكريبت زي ده كده، وفي الويندوز بدل ما تفتح التيرمينال تفتح جيت باش بقى تيرمينال، وهتلاقي الكوماندز دي كلها شغاله. وصلت؟ وبعرف الفايل زي ما بعرفه في اللينكس كده عادي يعني، صح؟ هتكتب الكاتشر 2 دوت اس اتش، وتكتب الماجيك لاين، وتكتب وهي تكتب هنا وتستخدم هنا جيت باش. بس اعتقد مش كل حاجه يعني، ما فيش مثلا سلاش اتش سي سلاش باسورد اكيد، لان هو مش سب سيستم، فاهم تمام يا باشمهندس. يعني، مفيش الملفات بتاعت اللينكس يعني، لان دي مش سب سيستم. لو انت عايز بقى حاجه زي كده على الويندوز، تنزل حاجه اسمها دبليو اس ال. ويندوز سب مش عارف ايه كده، سب لينكس تقريبا. ايها جويس، هل يعني كده خلينا الويندوز حلو يعني. طيب معلش يا ولد انا اسف. السلام عليكم يا باشمهندس. لغاية هنا الدنيا تمام زي الفل صح؟ عرفت الأرب. طيب احنا لسه الصلاة مش دلوقتي صح؟ لا لسه تلت ساعة. طيب ماشي، ممكن نطلع بريك صغير على الصلاة، خلينا نكمل عقبال الصلاة كده شوية، فاضلنا حتة صغيرة بس عايزين ناخد بس فيها examples كده عشان نعرف نحل اللاب. احنا ناقصنا بس ال if conditions، بس عايزين ناخد بس شوية examples حلوة يعني.
حد لغايه دلوقتي مش فاهم الارجنس والكلام ده ولاد. طيب فانا كده يا ولاد اخدت انبوت من اليوزر عن طريق الارجنس، صح كده ولا لا؟ حد كده متضايق؟ طيب ايه ينفع اخد انبوت تاني من اليوزر ازاي؟ قال لك عادي ممكن تاخد الانبوت من اليوزر عن طريق read command. read command. طيب انا عملت read كده يا ولاد وعملت سيف ورنيت فايل السكريبت بتاعي، هنلاقي التيرمينال هولدنج. اول ما اكتب كلام هدوس انتر الهولدنج هيروح. ليه؟ علشان ريد دي بتاخد انبوت. لو انت عملت ايكو علامة الدولار ريبلاي هتلاقي ريد لو خدت منك كلمة مينا هتطبع لك كلمة مينا. يبقى الانبوتس اللي بتاخده الريد يا اولاد بتبقى جوه ريبلاي ولا لا؟ طيب لو احنا عايزين نعمل ايكو مثلا انتر يور نيم، حلو، علشان ياخد input من اليوزر فاقول له انا اسمي مينا هيقول لي تمام مينا. طيب بس الايكو يا اولاد بتنزل سطر باي ديفولت، صح؟ هل ينفع الغي السطر ده؟ قال لك تعمل ايكو داش ان. ممكن نعمل دي كده. لو عملت كده يا اولاد اديله مينا يبقى كده مينا، صح؟ طيب قال لك بس انا الريد دي كده كل مره هتاخد مني الانبوتس هتخزنها في الريبلاي، وانا ما ينفعش اخزن الانبوتس ده في فاريبل انا اللي اعمله. قال لك ينفع، فهتعمل كده بس. قال لك هتعمل هنا مثلا وليكن النيم وتعمل علامه الدولار النيم، فانت لو دخلت مينا هتطبع كلمه مينا، صح كده؟ حد متضايق؟ قال لك طب وانا كل مره هكتب ايكو وريد والكلام ده. قلت له انت عايز مني ايه بقى؟ انت تقرفني؟ قال لي لا هو ما ينفعش اعمل كل الكلام ده في حاجه واحده. قلنا له طب والله ما تزعل عليك، احنا ناس محترم. جوه الريد يا عم ينفع تديها داش بي وتكتب الكلام اللي انت عايزه، بعد كده تقول له النم هنا. وليكن مثلا مين، حلو كده اولاد؟ حد متضايق؟ لا تمام كده، انا خزنت الانبوت بتاعي في الفاريبل اللي اسمه نيم. يس طيب قال لك طب انا هفضل ايه سايبه 40 سنه وانا هستنى اليوزر 40 سنه في اليوزر مش واخد باله ان في انبوتس؟ قال لك ممكن نضيف هنا حاجه اسمها الداش تي. بصوا كده يا اولاد هستنى شويه ولو اليوزر ما دخلش ايه اللي هيحصل؟ هيقفل تن هيقفل التيرمينال لوحده، صح كده؟ هيخش على نيكست ستيب او هو هيقفل التيرمينال اصلا، يعني هيقفل البروجرام. طيب ايه تاني ممكن نعملها مع الريد؟ قال لك كمان ممكن تعمل له داش ان، داش ان وتقول له مثلا 5. بص كده لو دخلت 5 حروف بس هيقفل. كان في فرق بين الداش ان سمول والداش ان كابيتال، بس انا مش عارف ليه هنا مش شغاله. كنت بجربها مع زمايلكم من كام يوم مش شغاله. لو احنا عملنا ريد داش داش هيلب، حد ممكن حد يبص عليها يا اولاد في اللاب ولو عرف المشكله يقول لي. المفروض الداش ان سمول يا اولاد بتريتيرن افتر ريدنج مش عارف ان كاركترز مش عارف ايه، وبتستنى منك النيو لاين. يعني يعني المفروض يا اولاد انا كان في واحده المفروض فيهم كانت، لو انا مثلا عملت ريد دلوقتي اكتب مثلا مينا، لما اكتب الكلمه اولاد اكتب الكلمه مثلا وليكن من 5 حروف. خلي بس دي 3 عشان ما يقفلش كده. فانا مثلا كتبت كلمه من 5 حروف يسيبني اكتب زي ما انا عايز، ولما ادوس انتر ياخد هو اول 5 حروف. فاهمين قصدي؟
عارف لو احنا عملنا كده ممكن تكون شكل فكرة كده. أعتقد هما الاتنين بياخدوا arguments، هما الاتنين بياخدوا arguments. فأنت لو عايز تتحكم في عدد الحروف يا أولاد اللي تدخلها بالداش ان سمول أو الداش ان كابيتال. طيب إيه تاني؟ قال لي افرض واحد عايز يدخل الباسورد، هو الباسورد بيكفي يا بشوات؟ هاي يا ولاد، يعني انا دلوقتي لا لو عملت كده يا عرفنا كلنا باسورد باشمهندس مين، 1 2 3 4 5 صح؟ فقال لك هنا هتضيف داش اس، هتكتب اسم اليوزر مينا، بعد كده هتكتب الباسورد، انت بتكتب بس هو مش ظاهر لك، وصلت؟ وهيطبع لك ايكو هنا عشان لما انت ايه. طب افرض انا عايز انزل سطر قبل ما اطبع الباسورد يا اولاد، فعملنا كده هنلاقي ان مفيش سطر اتطبع. ليه؟ لان الايكو فاهمه ان الباك سلاش بتنزل سطر او بتيجنور السبيشال كاركتر، صح؟ علشان تلغي تأثير الباك سلاش بتعمل داش ايه هنا، هتستخدموها في البروجكت او لا؟ الباك سلاش بس ولا لكل السبيشال كاركترز؟ لا، علشان تلغي تأثير الباك سلاش. بس لازم نحطها تقريبا من دبل كوتيشن. هنلاقي ان هو نزل سطر اهو يا ولاد، صح كده ولا لا؟ طيب بردك علشان تفهموا بردك، لو احنا عملنا تيرمينال كلر ايكو لينكس، بص يا ولاد ده مثلا اللون الاخضر لينكس، حلو. فبما ان اللون الاخضر يا ولاد ده في باك سلاش ده، فاحنا بنبقى محتاجين الداش ايه علشان نلغي تأثير الباك سلاش. فانت ممكن تعمل كده، مثلا هتلاقي ان الباسورد لما تعرض باللقطة مثلا كده ولا انت ولاد؟ تمام يا باشمهندس. لو انت عايز تلون حاجة معينة يعني في الاوتبوت يعني، واعتقد برضك هي شغالة هنا يعني. احنا تعالى ناخد الوان تانية كده، عايزين يدلعونا بقى يدونا ألوان يعني. الألوان دي ليها أكواد يعني يا ولاد، هو كاتبها هنا بس الرخم كاتبها في صورة يعني، مش هيعمل الغتاتة دي يعني جيكس فور جيكس. أكيد مش هنحفظ الألوان يا حاج، يبقى عندنا تكست. درجة المحترم. ممكن بقى هنا تعمل دريت مثلا ده يلو
فانت مثلا ممكن تيجي هنا تديله بلو مثلا، ما اشتغلتش، كواريد معقولة بتشتغل، بتشتغل جوه ال... جوه اه 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 بتشتغل جوه الايكو بس يا اولاد للاسف، علشان الريد مش هنعرف نيجنور ال، مش عارف هل في حاجه بتيجنور ال الباك سلاش. يبقى لازم نحط الداش ار هنا يا اولاد، لازم نحط داش ار هنا يا اولاد، اعتقد كده هتشتغل. ليه يا عم زعلان ليه؟ Not valid identifier. Read enter your name. Not valid enter enter. تفتكروا يا شباب الغلطة هنا فين؟ غلطة هنا في مصيب، غلطة ما يقعش فعل صغير. هزق نفسي، لازم هزق نفسي، بس يا رب تطلع نفس الفكرة اللي في دماغي. تفتكروا غلطة هنا فين يا ولاد؟ هو احنا مش اتفقنا يا ولاد لو كان في اوبشن بياخد ارجمنت ما ينفعش نحط ما بينهم حاجة؟ يعتبروا اوبشن دي صح، مش احنا اتفقنا لو في اوبشن بياخد ارجمنت الارجمنت بتاع الاوبشن ما ينفعش يتفصله، صح كده ولا لا؟ بالظبط. فاكرين ساعه ما اخدنا بيج ريب، يا اولاد لما عملنا الداش يو مينا، فكان بيجيب لك كل البروسيس بتاعت مينا صح؟ لما جينا حطينا الداش ال ما بينهم ضرب ايرور صح؟ فلازم نعمل داش ال يو مينا، صح كده ولا لا؟ او داش يو مينا وبعد كده نحط هنا الداش ال، صح كده ولا لا؟ يا رب بعد كل اللي انا عملته ده يطلع هي المشكله كانت هنا. لا ما كانتش. احنا سايبنا، طيب يكون مشكلة ان احنا سايبناش، كان فعلا احنا مسايبناش بس برضك ما عملش اللون اللازم. مش مشكلة، مش سايبنا مهم، لا نخليها تاسك في اللاب. ماشي، بس هسرب فضولي بس. طيب لغاية هنا زي الفل، عايزين نخش في ايه تاني جوه الريد كده؟ عرفنا ان احنا نكتب باسورد، عرفنا نكتب نقفل عند تايم معين، نقفل عند عدد كاركترز معين. طب باشمهندس معلش، هو النيم والباسورد دول بيتخزنوا فين؟ في اقدر فاريبل اسمه، اتعلم؟ في فاريبل اسمه باص وفاريبل اسمه ايه؟ لو انا عايز استخدمهم بقدر استخدمهم في حاجة تاني ولا؟ ينفع تعمل عليهم اف كونديشن، ينفع تعمل اللي انت عايزه. تمام. زي الفل لغاية هنا زي الفل. ايه تاني؟ ما اعتقدش ان في حاجة تاني في الريد مؤقتا قبل ما ناخد الاري. تعال نبص على الاوبشن تاني بسرعة كده. بس هما دول اللي احنا محتاجينهم. عايز الناس تاخد بقى تاسكايا، تاسك في اللاب النهارده، عايزه تسيرش على حاجه اسمها اي اف اس، حاجه اسمها انترنال فيلد سيبريتور، و
وازاي الريب ينفع نستخدمها علشان تقطع فاربل. طيب تعالى ناخد كام حاجة كده ونطلع بعدها بريك ونرجع نكمل شرح بس حتة صغيرة وخلاص، ناخد examples بس بعد البريك يعني، ناخد شوية examples وخلاص عشان تساعدنا بس في حل اللعبة. طيب أنا بقى لو عايز أعمل condition، عايز أعمل control flow، قالك عشان تعمل كونديشن بتستخدم عندك اكتر من طريقه، عندك كوماند تيست، عندك السكوير براكت، عندك التو سكوير براكت، عندك التو برنسيز. طيب تعالى بقى كده نتعامل مع الحاجات دي. لو عملت تيست كده يا اولاد وقلت هل مينا بتيكوال كلمة مينا، فالكلام ده لو حقيقي بعمل اند اند، لو الكلام ده هي ترو هيطبع لي كلمة ترو، لو الكلام ده فولس هيطبع لي فولس. هيطبع لي ترو لان فعلا مينا بتيكوال مينا صح. طب لو عملنا مينا اس هل مينا اس بتيكوال مينا؟ ازاي بقى بترو يا اولاد؟ يبقى الكلام ده غلط صح. قالك لما بتيجي تعمل كومباريزن اوبريتور يا اولاد المفروض ما بتعملش ايكوال كده، لازم تعمل ايكوال بسبيس على الشمال وعلى اليمين. فساعتها لو عملت كده هيديك فولس، لو عملت كده هيديك ترو، فكده مظبوطه صح. طب هو كده مش ايكوال واحدة يا باشمهندس ان هو بيساوي القيمة اللي على اليمين هي الشمال؟ احنا بايش بقى مش لغة بروجرامينج يعني. احنا طيب. عندنا لو حطيت تو ايكوال للاسايمنت اوبريتور يتحول كومباريزن اوبريتور. حلو كده يا ولاد؟ ممكن حته الكومباريزن دي كمان عندك. كل الفكره يا هندسه ان انت لما تيجي تستخدم كومباريزن لازم تعمل سبيس على اليمين وسبيس على الشمال في الايكوال. يعني عشان تبقوا فاهمين قصدي يا اولاد، انا حتى لو عامل 2 equal هنا مش هيديني لوجيكال صح. لو عامل سبيس واحده ايرور، لو عامل سبيس واحده على اليمين ايرور، لو لازم سواء 1 equal او 2 equal اعمل السبيس. وصلت كده يا اولاد؟ ده ايرور.
طيب طب انا عملت فاريبل اسمه نيم بيكوال مينا، وجيت عملت تيست علامة الدولار مينا، سوري علامة الدولار على النيم بتيكوال مينا، هيديني فولس. ليه؟ مع ان النيم بتيكوال مينا ولا عشان المفروض هنا لازم دولار نيم، صح؟ صح كده يا اولاد؟ تمام. ممكن بس دقيقة يا أولاد قبل ما أقدر يخلص. طيب نكمل. طيب نفس الكلام بقى ده اولاد على لو شلت التست وحطيت تو سكوير، بس لو انت رنيت ده كده ايرور. ليه بقى الايرور؟ قالك لان انت لما بتيجي تطبق الوان سكوير ده لازم تعمل سبيس هنا وسبيس هنا، وصلت؟ فانا لو جيت عملت سبيس هنا اولاد وسبيس هنا هنلاقي ان كده الدنيا اشتغلت. حلو كده يا اولاد لغايه دلوقتي؟ طيب لو انا جيت اسال هل النيم بيبدا بحق بمينا بام ولا ايه؟ المفروض ده يطبع ترو ولا فولس يا اولاد؟ لا ترو، لا بس دي ايكوال ايكوال. ما احنا اتفقنا يا اولاد الايكوال ايكوال هنا في اللينكس ملهاش لازمه، يعني 1 ايكوال بالنسبه لنا اللينكس، ال1 ايكوال وال2 ايكوال في السكوير براكت او التست هي هي، المهم بس يكون في سبيس على اليمين وسبيس على الشمال. هو المشكله هنا هو هيقرا الريجولار اكسبريشن ده ولا لا؟ هي دي بقى المشكله، ان هيقرا الوايلد كارد ولا لا. باي ديفولت، باي ديفولت السكوير براكت ما بيقراش الوايلد كاردز والحاجات دي غير بالدلتا، بس لو احنا حطينا السكوير براكت يا اولاد دلوقتي هنلاقي انه السكوير براكت عادي ممكن يقرا الوايلد كارد ده عادي. لو حطيت الدلتا في السكوير براكت عادي، التو سكوير براكت عادي، بس في بعض الحاجات التو سكوير براكت بيبقى احسن فيه. طيب لو انا عايز اقول هل النيم، هل النيم يا اولاد بيبدا بمينا وكمان مثلا احمد بيكوال احمد، قال لي ميسنج مش عارف باش ايه كده،
ايرور صح؟ ليه؟ لان احنا عندنا الان بالداش ايه؟ خلي دي بس مين هنا مؤقتا واقول لك ليه ضرب، عشان احنا يا اولاد عندنا الاند بالداش ايه، ما ينفعش نعمل اند اند جوه الوان سكوير براكت. حلو كده يا اولاد؟ طيب قال لك التو سكوير براكت بقى شاطر بيفهمها، بيفهم التو اند يعني زي البروجرامنج لانجوج العاديه، وبيفهم الاور اور. انت لو عايز في الوان سكوير بتحط داش او عشان تعمل اور. فاحنا كده بالنسبه لنا مين الاحسن، التو سكوير اشطر من الوان سكوير صح؟ لا صح صح كده ولا لا؟ فانت ممكن تعمل ستاندرد ان انت تشتغل على طول بالتو سكوير لانه بيفهم حاجات اكتر. صح كده ولا لا؟ فاحنا الاختلاف الجوهري دلوقتي ما بين الوان سكوير والتو سكوير ان التو سكوير بيفهم باي ديفولت الاند اند، وبيفهم في حاجات الوايلد كارد. صح كده يا اولاد؟ فخلينا نقول كده احنا عملنا الداش ايه اداني ترو تمام، كده اداك ايرور، التو سكوير هيديك ترو صح تمام، الاور شغاله والداش او شغاله هنا تمام زي الفل. عايزين بس نشرح الوالد كارد او نحط يعني الوالد كارد هنا زي الفل. عايزين ناخد اكزامبل الوالد كارد فين؟ طيب عايزين نتعامل مع ارقام يا اولاد، تفتكروا نتعامل مع الارقام ازاي؟ هل بالتو سكوير برضك؟ هاي يا ولاد بص كده يا ولاد، لو انت عملت بالوان سكوير او بالتو سكوير ايا كان يعني، وجيت عملت هل اتنين اكبر من خمسة؟ فولس صح. طب هل اتنين خمسة اكبر من اتنين؟ فتنبسط تقول ايه ده، دي اتحلت صح، دي جميلة. بس بص كده عملت كده لبست في الحيطة، فالاكبر منه والاصغر منه والحاجات دي مش شغالة صح؟ صح، ده كده كأنه بيقارن اسكي. صح كده ولا لا يا اولاد؟ صح كده ولا لا؟ انا ما اشتغلتش. وده فانت كأنه كان بيقارن اسكي صح؟ فانت لو عملت كده المفروض ده يديك ترو، لا ده بيضرب صح؟ فلك انت لو عايز تتعامل مع ارقام ساعتها بقى تستخدم حاجه اسمها داش اي كيو اللي هي الايكوال داش ال تي اللي هي اصغر من جريتر زين اكبر من او يساوي جي اي او اصغر من يساوي ال اي. حلو كده يا اولاد؟
فالايكوال والاكبر من والاصغر من مش هيتسبورتوا في في التو سكور براكت ولا في الوان سكور براكت، صح كده؟ حد متضايق؟ لو هتاخدوا نو سيكوال فالحاجات دي موجودة شبهها في النو سيكوال برضه، مش الباش بس هو اللي كده. طيب دي كده كومبير نمبرز. انا بس كنت عايز يفضل يعني ان احنا نتعامل مع النمبرز ان احنا نحط هنا مثلا فاريبل اسمه نمبر بيكوال 2 و نجرب الحاجات دي كده. يس خلينا نعمل variable اسمه number و نشيل دي طالما تقدر number. تمام كده يا ولاد؟ طيب لو انت عايز تكمبير النمبرز او الحاجات الارثماتيك اوبريشنز يعني بتاعت ال الكمباريزون، قال لك في طريقة بقى تانية ألطف من دي. قال لك بدل ما هتستخدم التو سكوير براكت هتروح تستخدم التو برنسيز. حلو كده يا ولاد؟ حلو كده يا ولاد؟ التو برنسيز بس ساعتها بقى هتتعامل معاها كأنها زي أي بروجرامينج لانجوج، لازم اتنين إيكوال أقل من أكبر من أكبر من أو يساوي سوري أقل من أو يساوي وهكذا أكبر من أو يساوي. وصل كده أولاد؟ فأنت عشان تتعامل مع الأرقام تفضل تتعامل بكده. يبقى التست يا أولاد واللي وان سكوير زي بعض في كل حاجة، الوان سكوير والتو سكوير. التو سكوير بيفهم حاجات أذكى شوية من الوان سكوير. التو برنسيز بنتعامل مع الأرقام فقط، صح كده ولا لأ يا أولاد؟ اه تمام. حد كده متضايق؟ دي يا اولاد ارجع تاني واقول دي بتتعامل مع الارقام فقط، ولازم لو استخدمتها تعمل 2 ايكوال، ما ينفعش ال1 ايكوال. وصل كده اولادنا؟ تمام تمام. ممكن ناخد بريك شويه صغيرين ونرجع مثلا على اللي تلت، مثلا ناخد كام اكزامبل بس على الاف كونديشنز والحاجات دي ونخش على اللاب. ماشي يا باشمهندس. ماشي اقول نرجع اللي تلت ولا عايزين تطول شوية؟ لا اللي تلت.